هنروح مع حضراتكم لناخد مداخله هاتفيه الاول من الدكتور محمد سلطان، رئيس قطاع الرعايه العاجله في وزاره الصحه المصريه، للاطمئنان على احوال المصابين الذين يدخلون من معبر رفح الى الاراضي المصريه للعلاج. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا يا دكتور. لو نطمئن من حضرتك على عدد الحالات اللي دخلت من الاخوه الفلسطينيين من معبر رفح حتى الان. هو نعم، اليوم منذ الصباح كان هناك فريق من وزارة الصحة، 15 طبيب من تخصصات مختلفة، لاستقبال الحالات المنقولة من خلال الأراضي الفلسطينية خلال معبر رفح. اليوم تم استقبال 11 مصاب، تم التعامل معهم وتقييم حالاتهم داخل المعبر وتحويلهم إلى المستشفيات المصرية من خلال سيارات الإسعاف، هيئة الإسعاف المصرية. تم نقل ال 11 مصاب، 3 منهم الى مستشفى العريش العام بشمال سيناء، 5 الى مستشفى الزيتون التخصصي بالقاهره، و2 الى مستشفى الهرم، وحاله الى مستشفى الهلال. الحالات هناك حالتان كانت بهما اصابه بالراس، وتم حجزهما بقسم جراحه المخ والاعصاب بمستشفى البنك الاهلي بالقاهره، و5 حالات بها عبارة عن كسور في أماكن مختلفة من الجسد، من العظام، تم حجزها بمستشفى الزيتون، وحالة فيها كسر بالحوض وكسر بالفخذ، تم تحويلها إلى مستشفى الهلال، بالإضافة إلى 3 حالات فيهم إصابات بسيطة ومتوسطة تم التعامل معها داخل مستشفى العريش بشمال سيناء. هي الحالات اللي بتدخل يا دكتور اللي هي الحالات الحرجة للغاية، يعني التي لا تستطيع ان تتلقى اي علاج في ضوء الاوضاع الصحيه الصعبه هناك او الانسانيه الصعبه هناك؟ لا، هي الحقيقه الحالات اللي دخلت حالات متنوعه اليوم، كانت منها حالات تحتاج الى عنايه مركزه، وحالات تحتاج الى استكمال علاج دوائي، وحالات تحتاج الى بعض العمليات البسيطه. كانت هناك حالات متنوعه، لانه احنا منذ الصباح تم فتح المعبر، وكانت هناك تعليمات انهم اذا كانت لديهم اي حالات صحيه تحتاج الى علاج أو استكمال علاج داخل مصر فليتفضلوا بنقلها إلى المعبر. وتم استقبال 11 حالة من المصابين. والحمد لله، يعني احنا لغاية ما المعبر يعني الساعة 5 كان موعد إغلاق المعبر، تم استقبال فقط 11 حالة. شكرا للدكتور محمد سلطان، رئيس قطاع الرعاية الحرجة بوزارة الصحة المصرية، يتحدث عن دخول 11 حالة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح من الأخوة الفلسطينيين.